هيا الخوت الورد سي ابراهيم ها هي في شداد فوق العش وشي واحد ديجا حفر هنا شكون المسخوط اللي حفر هنايا شو الباب الكاش صغير المهم دابا نحفرو واخيرا اخيرا شدت اسيدي شو هادشي هادي يبان لي هشام غادي يطيح علينا يا ونحفر هو الاول كما كتشوفوا ها فين شدت لينا هنا لا حفرها من الفوق سير ها بشوية سيشا سامع يحفر تتبط شوية وعاود دوزو عليها بلاباري حيت حيت هذاك العش واحد العش بيضا شو هاد العش عزيز واحد العش عش الله الله اكبر هيا كاين شي حاجة تما الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بلا يضربنا شي جنة هنا واش غيجيو ولا تيفكونا ولا لا هذا تيبان ليا شي صندوق هذا هادشي اللي ترس هادشي اللي ترس لي هاد شوية هاد شوية حفر ليه من التحت باش يتجبد لك حفر ليه من التحت حفر ليه من التحت جبد ليه من هنا حفر ليه من التحت تما سير سير هاكاك هاي تهرس ليك بهاكاك الله اكبر هاي يكون راشي الله اكبر ما شفنا الشي بانية اللي مخبية الله اكبر عاود زوز بلاباري عاود دوز على تما لي بقاش كتصوني ها لا كملتي سير بقات صافي صافي هادي اللي كاينه صافي تطفى يا 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 ربي يكون فيها شي ذهب يا بعدا شي حاجه شتا كاش تلفري شد لي لفري كيما درتي بوز لا لا سير اما اليوم غادي يدعونا انا وراك غادي غادي يدعونا ترى هذاك المسلم فين هو هاك هاك شوف هذا شو شوف هذا الرق اللي كيدير هذا الشيء هذا الرق اللي كيدير الجير شوف على قفل كي يديرها على شكل انسان شتيه القفل الله اكبر الله اكبر نقرا هاد الشي تاع ما كيبان لي شي ويزات تما نحبسو الفيديو راه هنا خلي شي شيبانية ديال من هاد الشيبانية نقرايا نقرا شي نقرا شي هذا يكون داب هذا غادي يكون داب والله تكون هاد الحجرة شي حاجة أحسن ما يلا تقول لي راه خاص شي حاجة تما عيني اسمي ضيقة نقرا باينة شي شرفة خواتم شوف شوف شوف
اش يقو تاع القريه المقره زعما يكون ما يكونش فيها ياقوت قديم هذا الشيء ها واه قديم وقيلة تطري هادي الله إلا كانت ياقوتة إلا كانت الياقوتة ديال الولد راه غنفرقها معاكم هاهي غتكون جايبة شي تمن هادي 100% يا أخيرا ويز ديال الذهب إيزابيل ديال إيزابيل وربحنا بكري نقرا زين هادو الريالات ديال النقرة واش كيخدمو بيهم شوف هادي فيها واحد الحجر عجيب شتيها شوف الخوت الحجرة شتيها عندها واحد الزواقة بشي شكل وحجرة شتيها حجرة شي ماشي باش ماشي باني مخبية شي هنايا كما كتشوفوا هاد ايها واحد واحدة ديال الدهب تاهي والرومان في الراس ديال ياك ما كنحلم كتحلم ولا كتحلم تردم فيخك كنتي كتحلم لا ويا هاديك لاباي ما تخليش ها بلاتي ما نخلو بها مازال هادشي ديال كلشي وفقرة حفرو هنا زكلوها كلشي حلوف هيدا حلوف من الورثة خلى الفوق ومشى كيحفر في التحت شحال حفرو ارقاص داز الدار بس اللي غادي يسكي الغادية تا غير دارش غير سيدي ختي غادي يسمو الثمن هاي تا ريالتها شي ما ديال اش سي دوماج الكاميرا ما كتصورش مزيان حتى انا كنت الكاميرا تا كتب عليها اش هي مقراش شي قديم قديم مشكلة شي قديم دابا اللي عندنا هنايا اللي غادي يكون ساوي الثمن هما هاد ثلاثة ديال الكياسات عندك هادي وهادي في الشك وهادي هاد هما اللي غادي يكونو ساوي الثمن وهادي إلا كان الحجر شي حاجة إلا كان الحجر شي حاجة شحال من حاجة دابا هنا هادو هما اللي يقدر يكونو ساوي الثمن هادو بعدا ذهب هاد جوج ذهب هادي ثلاثة ديال الذهب وهاد الحجر معرفتش فيه ثلاثة ديال الحجرات هادي طلع الحجر الحجر تيبان شتيه ما تيبانش سي دوماج ما كيبانش باتي ديال الفلاش الحجر هذا الحجر هذا يقدر يكون شي حاجة اللي شكيت فيه هو هذا يقدر يكون شي حاجة وكل هذيك هذاك الفرخ اللي بيجي العش ديالو حقا مشى صافي اللي كاين ليا صافي من هنا خضرا هذيك البلاصه الله قد جابت ستة قد جابت ستة الصندوقة كيفاش كتسد من الحاج لورو شوفو ما تغيد نفع من الحاج ميكونش هادشي تاهنا
هاتي ده ميل حاج لور هاتي وتستو سهل حشري قيدة مي ها شوف مسحتها انتما كيما كتشوفو هنايا شوف شحال حفرو حفرو حفر هنايا ما عرفش شكون اللي حفر شي حفر هنايا وفين خلاوها خلاوها لجيه شي حاجة الا ما مكتاباش لشي واحد راه ما مكتاباش ليه ها شي واحد اخر حفر هنا حاجة ما مكتابة والو ولكن الله يعزها الله يعز هادي لا حلو في حلو